ما ينفعش يبقى واحد عسكري يمسك رئاسة الجمهورية، لأنها بلد عسكرية مش تبقى بلد جمهورية. وما ينفعش عسكري يترشح مع إن معاه الأغلبية، كبير البلد الأغلبية، إن هو اللي هم عايزينه رئيس، بس هو ما ينفعش يبقى رئيس. هو راجل في القوات المسلحة، هو خدمته اللي هو يحمي البلد. بصراحة دلوقتي حاليا هو الحق إن هو يمسك البلد، بصراحة إن هو ما ينفعش أي حد يمسكها غيره. كفاية إن هو طلع معانا في 30 يونيو، كفاية إن هو بيحارب الإرهاب، كفاية حاجات كتير. أنا حاجات كتير. اسمك يا باشا؟ كفاية إن هو بيلم المشردين من الشوارع وهيأهلهم ويعلمهم. ودي المسؤولية يمسكها. لو هيقدر يحل مشاكل البلد احنا ما عندناش اعتراض. طيب ضد القرار طبعا. طب ليه ضد؟ ان هو خد خطوه ايجابيه، وقف ضد حكم مرسي وخلصنا من الاخوان. فكده الشعب مش هيقف معاه، على اساس ان هو كده كان بيعمل خطوه لصالحه مش لصالح الشعب. بس اسمعي حاجه واحده بقى معاك، بس موضوع الاعفاء في التوقيت ده مش مناسب. تمام كده؟ احنا لسه قدامنا. هل الموضوع الانتخاب ده بسرعه ثلاثه زي ما قالوا، ولا يبقى بعد كده، ولا يبقى قبل كده؟ وارد ان هو يمتد بعد ثلاثه، واخد بال حضرتك معايا؟ يبقى اعفائه في التوقيت ده مين اللي ممكن يبقى يمسك مكانه؟ وهل ممكن يحصل اضطراب في البلد ولا لا؟ انت واخد بال حضرتك معايا بتكلم في ايه؟ هو ده الموضوع. يمسك الرئاسه السيسي، هو الوحيد دلوقتي اللي طلع من الرمه دي كلها. بص النطاق اللي ماشي كده، هو اللي طلع واتكلم في الدين صح. يعني انت موافق؟ موافق. سؤال السيسي او غير السيسي، اي واحد ينشئ مصر اللي هي فيه ده الشعب كله لازم يعني، سواء كان السيسي، سواء كان الليبرالي، سواء كان الشيوعي، سواء اي حد يركز مصر اللي هي الورطه اللي هي فيها دي. مش لازم الموقف بتاع كل ده يقدر يدير مصر، هو اللي هيقدر، هو اللي يعني ايه كده، هو اللي حميها. ما فيش يعني حد غيره هيقدر يعمل كده. هي البلد عايزه ايه؟ عايزه مثلا يعني جيش، عايزه واحد زي الجيش. قرار ترشيح السيسي للرئاسه علشان احنا كده بنرجع الجيش تاني، هو اللي يبقى كده ما عملش ثوره اساسا. يعني احنا قلنا ومشينا حسني كان بياخد مع عسكري وقامت الثوره ومدة 3 سنين في الهدله، والاخر هنرجع تاني لنقطه الصفر تاني.